بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لي أعزائي التلاميذ. إذن الحصة اليوم هي الحصة الخامسة بعد ما استعرضنا جميع الطرق كيفاش يمكننا نحلوا واحد لو سيستيم ديال دو زيكواسيون ا دو زيكوني باستعمال كاتر ميثود. لا بروميير ميثود هي لا كوميزون لينيير، لا دوزيام بار سيبتيتيسيون، اي لا تروازيام بار نون اوتيليزون لو ديتيرمينون، و لا كاتريام هي لا ميثود غرافيك، التأويل الهندسي أو ما يسمى بالانتربريتاسيون جيومتريك غرافيك. اليوم كنشوفو كيفاش كومون ريزود ان بروبليم ماتيماتيك اون اوتيليزون لي لو سيستيم ديكواسيون، يعني ترادوير لي دوني ديال هاد البروبليم اون فراز ماتيماتيك او بيان اون اوتيليزون ان لونغاج ماتيماتيك. إذا رابيل، إذا هنا يعني هنا ميز اون ايكواسيون، ولا نقولوا فابريكي اون ايكواسيون، يعني انطلاقا من هذا البروبليم ميتر اون، يعني ميز ميتر اون ايكواسيون، ولا فابريكي اون ايكواسيون باستعمال لي دوني ديال المسألة. إذا الأولى كنقراو لينونسي مزيان، إذا لير اتونتيكمون لينونسي، ثم روبيري اي بيان شوازيغ لي زانكوني لي فاريابل اكس ايكغيك. اذا نقرا نشوف شنو هما المجاهيل اللي عندي، ونعرف نختار كيفاش نختار المجهول باش من نمشي ندير ننتقل باش ندير اون ميز اون ايكواسيون ما نلقاش مشاكل. اذا ترادوير لي دوني دو لينونسي اون اون فراز ماتيماتيك كي هي اون ايكواسيون، ريزود ليكواسيون او لو سيستيم، كونكليزيون دوني كو لي سوليسيون كي اون ان سونس بار رابور او بروبليم. On élimine les valeurs négatives si on cherche un nombre d'objets ou bien un prix ou une distance. Mais qu'est-ce que tu as marre un nombre positif. Mais une distance, c'est un nombre positif. Si je dis le nombre, le nombre, le nombre, le nombre, un nombre positif. Donc, il y a un négatif, il y a un nombre, il y a un nombre. Tu vérifier les résultats obtenus. مادام هاد المساله اللي كنهضروها كتهضر على نهضروا على لا فيتيس ولا ديستونس ولو طون، يعني الوقت اللي غادي تستغرقوا السياره من كتباركوري واحد لا ديستونس معينه. اذا نذكركم شنو هي لا ديستونس، هي لا فيتيس هي لا ديستونس سور لو طون، او بيان نكتبوا لا ديستونس اون فونكسيون ديال لو طون في تي. لا فيتيس طبعا سيكسبريم غالبا اون كيلومتر بار اور او متر سكوند. La distance D s'exprime en kilomètres ou bien en mètres. Le temps s'exprime en heures ou bien en minutes. Et de nous chercher. Et de nous frauder. Andy a juste siarat. Une qui est en train de partir de la ville A ou une siara de la ville B. Et de nous ayez une siara. السيارة الخضراء اللي غادي نسميها سيارة بي، وسيارة حمراء اللي هي سيارة ا. بون جايين من مدينتين متقابلتين. اذا السيارة يعني السيارة الخضراء سميتها سيارة بي باش نسهلوا، من كنجيو دائما لان كنعرف كيفاش نختار المجهول باش من ندير نالف لو سيستيم او ليكواسيون ما نلقاش مشاكل. ثم السيارة A. إذا السيارة A A يعني اسم السيارة أو اسم المكان أو المدينة اللي انطلقت منها السيارة A. ثم السيارة B هو يعني اسم ديال السيارة B، وفي نفس الوقت اسم المكان اللي انطلقت فيه من السيارة الخضراء. إذا المسافة الفاصلة بين A و B هي 200 كيلومتر. إلا افترضنا أن هذه السيارة B قلع في 9 وبواحد لا فيتيس ديال 60 كيلومتر في الساعة، والسيارة الحمراء اللي هي أ غادي تقلع في 8 وبواحد لا فيتيس 40 كيلومتر في الساعة. إلا قلت لك بأن الناس غادي ينطلقوا في هذا الوقت اللي قلنا غادي يوصلوا لواحد المكان سميتو إن، يعني السيارة السيارة ديال يعني A غادي تنطلق في 8 والأخرى غادي تنطلق في 9.
الا افترضنا انهم غادي يتلاقاو في نفس النقطه، غادي نشوفوا اش الوقت اللي غادي يتلاقاو فيه. الا هذه خرجت 9 ولا 8، اش الوقت وشنو هو الوقت اللي تستغرقه كل سيارة؟ هذا هو كيفاش غادي نوظفوا هنا لو سيستيم ديال سيستيم ديال دو زيكواسيون دو زانكوني. وهنا غادي نحاول نستعمل جوج ديال الطرق كيفاش يمكن لي نفابريكي اون ايكواسيون اون اوتيليزون لي دوني ديال هاد لو بروبليم. هذا Et le problème, sachant que les deux voitures se sont rencontrées en même temps au point N, déterminer les distances AN et BN, déterminer l'heure de rencontre. Il y a déjà. Il y a là. Donc, il y a AA. Donc, il y a là. Il y a AN. Ou il y a là. Il y a BN. دونك هنا AN بلس BN كنعرفوا بلي هي 200، لأن المسافة الفاصلة بين A و B هي 200 كيلومتر. دونك شنو غادي ندير باش ما نعقدش الأمور؟ غادي نخلي وحدة AN، مثلا المسافة ديال AN غادي نخليها هي، يعني المسافة اللي غيتقطع السيارة A هي AN. بالنسبة ل B غيتقطع المسافة BN، ولكن هاد BN باش يمكن لي نعوضها، نعوضها ب 200 ناقص AN. إذا هنا بحال اللي غادي نإليميني BN، داكور، باش من ندير ما يبقاش عندي جوج ديال أو ثلاثة ديال لي زانكوني. دونك هاكا تلاحظوا، إذا هذه المسافة ديال السيارة الحمراء غيتكون عندي AN، والأخرى BN. 200 موان ان. غادي نشرح اكثر. دونك قلنا قبيله بان لا ديستونس هي في تي، داكور. دونك هنا غادي ندير، دونك هنا عندي الوقت، هذا كنسميوه لو طون انيسيال باش انطلقت، لو طون ديال دو ديبار، وكاين لو طون داريفي. هاد لو طون داريفي غادي نسميه تي ان، يعني هاد لاريفي هادي راه ديال السياره الخضراء والسياره الحمراء. دونك هنا باش ندير ليكواسيون كندير بي ان، يعني لا ديستونس هي بي ان اللي غتقطع السياره، في ا، في ا عطاونا 40 وغيتعطيني 40 في تي. هاد تي شنو هو؟ هاد الوقت اللي غادي تستغرقو هنا، هاد الوقت باش تستغرقو شنو نعرفو؟ يعني تي ان موان تي ا، تي ا هي 8. دونك بي ان هي هادي 40 تي ان موان 8 موان 320. دونك ليكواسيون الاولى اللي بغيت نصحها التعبير هي هذه، بي ان ايتيغال ا 40 تي ان موان 320. نمشي نشوف ليكواسيون ديال السياره الثانيه. اذا حتى هي غادي نطبق عليها دي في تي. لا ديستونس ديالها شنو هي؟ ما غاديش ندير بي ان. اذا قلنا عيط قبيله عوضتها، باش عوضتها؟ عوضتها بي ا بي ناقص ان، يعني 200 ناقص ان ايغال هاد 200، ونحيد منها ان باش نلقى لا ديستونس باركوري بار لا فواتور فيرت. في هو 60، وهاد الوقت اللي غادي تستغرق السياره هو تي ان، يعني غادي يوصلوا في نفس الوقت، موان تي بي اللي هو 9. دونك غادي تبقى لي هنايا ليكواسيون شنو هي؟ عفوا هنا ان، اتونسيون انا راني غلط، ان هادي رانا نهضرو على ان، هنا هادي ان، باردون تي ان، كنهضر دابا هادشي ديال هاد السيارة الحمراء ان.
دونك هنايا غيتولي عندي هنايا 200 موان ان ايغال وهنايا 60 تي ان موان 9 في 0 0 9 في 6 54 540 دونك غادي يولي عندي ان سيستيم يعني انا ترجمت هذه المعطيات كامله لهذا السيستيم هذا ان ايتيغال 40 تي ان موان 320 هنا 200 موان ان ايتيغال 60 تي ان موان 540 دونك عندي هنا ولا عندي ان سيستيم ديال دو زيكواسيون ا دو زانكوني ليكوني هو ان وعندي تي ان دونك مين نلقى هذه ساهله باش نرجع نلقى بي ان هي هذه هي بي ان 200 ناقص غادي من نلقى ان غادي ندير 200 نحيد منها ان غادي نلقى لا ديستونس ديال بي ان داكور و لو طون ديال تي ان كيلقى تي ان غادي ندير واحد منهم لان دابا انا ملي دابا انا عرفنا تي ان يعني الوقت اللي غادي يوصلوا فيه داكور غادي يوصلوا مثلا في العشرة ولا في الحداش هذا هو اللي كيهمنا داكور يلا سيدي بس نبداو إذن بريمير ميثود كيما هضرت لكم قبيله غادي ميز اون ايكواسيون ابري زافوار شوازي دي زانكوني سوا تي ان لور دو رونكونت دو دو فواتور اي ا ان لا ديستونس باركوري بار لا فواتور ا بي ان سي لا ديستونس باركوري بار لا فواتور بي افيك بي ان ايت ايغال 200 موان ا ان دونك دابا كندير ا ان هي في ا لا فيتيس لا كيما قلت لكم قبيله لا ديستونس هي في تي La vitesse fois le temps. Donc AN, il y a CRA, AN, VA fois TN moins TA. Et il y a la voiture verte, BN, ou n'a y a mitin, n'a qu'il y a AN. Tu sais, oui, la vitesse de la voiture verte, B fois TN moins TB. Résoudre le système suivant. Donc, Rana. دونك راه عندي هاد ليكواسيون ها الاولى ديال ليكواسيون الاولى هادي و بي ان هادي ليكواسيون الزوجة هما اللي راهم عندي هنا غادي نشوفو هنا عندي كتلاحظو احيانا باش ما نزربش لو ديفلوبمون غادي يجي من بعد عندي هنا ا ان وهنا عندي موا ان دونك هنا سون اوبوزي دونك هنا ممكن اليمينيو هاد ان ويبقى لي واحد ليكواسيون وحده il me reste uniquement une équation de premier degré à une inconnue اللي هو تي ان دونك شنو غادي ندير جاديسيون مومبر بار مومبر يعني لي دو ايكواسيون ا اي دو مومبر بار مومبر اي اون اوبتيان 200 est égal غادي نديفلوبي 100 تي ان يعني 40 تي ان زائد 60 تي ان غادي يعطيني 100 تي ان موان 320 زائد موان 540 اذا غادي يعطيني 200 est égal à 100 تي ان موان 860 سوا 100 تي ان est égal à 1060 qui est égal à 1060 sur 100, c'est-à-dire 10,6 heures. Attention là. Là, parce qu'on a le fait le nombre complexe, ou l'adad assittinia. Là, 10,6. يعني هنا بحال عندي 0.1 عندي 10 ساعات زائد 0.6 ساعه اذا باش نعرفها غادي ندير ديك 0.6 غادي نضربها في 60 وكتعطيني 36 دقيقه اذا بمعنى هاد 10 ديزور 36 مينوت هما الوقت اللي غادي يتلاقاو فيه جوج ديال السيارات داكور اذا وحده خرجت في 8 ووصلت في 10 و 36 داكور دي بمعنى استغرقت جوج سوايع و 36 دقيقة بالنسبة للسيارة الخضراء التي انطلقت تسعود كيف في لو ديبار 9 دونك شحال كونساكرت ديال الوقت
1h36 يعني 10 ساعات 36 وتحيد منها 9h تعطيك ساعه و36 دقيقه. داكور. اذا شنو غادي نديرو دابا؟ لقينا تي ان غادي نولي لهنا ل ان باش نحدد المسافه ان. دونك جو ريبورت لا فالور دو تي ان دون ليكواسيون نيميرو 1 كما قلت لكم هنا هنا pour calculer les distances AN et BN. Donc AN est égal à 40 TN moins 8. AN est égal à 40. هنا من الاحسن باش ما يوقع لكمش المشكل بو انا كاين جوج ديال الطرق هي هنا كتلاحظوا درت 10.6 ما درتش هذه القيمه هذه هذا 10 الا بغيت تخدمها 10 اور بلس 36 على 60 الا بغيت دير لها هكذا الا بغيت تستخدم هذه ها كيفاش دير لها 10 او ساعه زائد 36 سير 60 وتختزل هذه تعطيك 10 10 بلس 36 مع تختزل على 12 شنو غيتعطيك هنا على 12 غيتعطيك 3 3 على 5 دونك هنا تعطيك 50 داكور 50 زائد 3 53 على 5 دونك تستعمل هذا الفراكسيون هذه 53 هنا نورمالمون عندي 53 وصلت لهذه 53 على 5 هي هذه ولكن ما درتش موان 8 موان 8 غندير 40 على 50 دونك غيتعطيني 3 0 صافي 3 13 على 5 دابا هاد هذا 40 هادي نضرب عليها غادي نضرب 40 في 13 على 5 اذا 40 على 5 تعطينا 8 8 في 13 عاد غادي نلقى هاد لا ديستونس اللي راه هنا 104 8 في 3 24 جوج 8 في 1 8 وجوج 10 هي 104 إذن باش دير هذه الطريقة خصك دير هذه إذن 10 بلس 36 60 لأن هذه ترجمة لسميتو الساعة وتعطيك هذه عاد تحيد منها 8 اللي راها هنا هي 40 على 5 وتعطيك 13 على 5 عاد ضربها في 40 باش تعطيك هذه المسافة دونك فيها بزاف ولهذا من الأحسن نستعملوا هذا من كنجيو نحسبوا نحسبوا هذا نستعملوا هذه 10.6 مباشرة ناقص 8 تعطيك 2.6 في 40 تعطيك 100 104 هذه فقط إشارة باش تفهموا دونك يعطينا 104 دونك بي ان هي 200 نحيدو منها ان 200 نحيدو منها 104 تعطينا 96 كيلومتر دونك هنا ساهل باش دير فيريفيكاسيون بو الفيريفيكاسيون شنو هي غير تجمع بعدا 104 مع 96 تعطيك 200 وإذا بغيت تعرف غير دير ان ا شاك ديستونس غادي ديرها على لوطون اللي استغرقت السياره السياره الحمراء استغرقت جوج سوايع وفاصله 6 ساعات والسياره الخضراء استغرقت ساعه فاصله 6 قلنا جوج سوايع و36 دقيقه والاخرى ساعه 36 دقيقه الا درتي لا ديستونس الاخرى تعطيك 40 لا فيتيس 40 كيلومتر في الساعه الاخرى تعطيك 60 كيلومتر في الساعه اذا هذه هي لا فيريفيكاسيون ان ملي كتلقى لو سيستيم النتائج شوف واش هذيك النتائج اللي لقيت متناسبه مع المعطيات واش صحيحه ولا لا احيانا ربما قد تبدو لكم ان النتائج صحيحه ولكن هي خاطئه اذا نمشيو الان للطريقه الثانيه اذا الطريقه الثانيه هو بوزي ا ان ايكال اكس بي ان ايكال ايكغيك دونك اون ا ان بلس بي ان ايكال 200 دونك فو روبلاسي ا ان بار اكس بي ان بار ايكغيك اون روسوا اون ايكواسيون نيميرو تي 1 1 اكس بلس ايكغيك ايكال 200 سوا تي 1 est égal à x sur 40 هاد تي 1 شنو هي هي المده هذاك لو طون اللي غادي تستغرقوا يعني تستغرقوا السياره الحمراء ا السياره اللي غيترو لي بلا فيتيس 40 كيلومتر على الساعه اذا في السابق في الطريقه الثانيه درنا تي سو فورم يعني يعني الوقت اللي استغرق يعني وقت الوصول ووقت الانطلاق طون فينال موان طون انيسيال باش نعرفوا شحال استغرقت هذه السياره
هنا رمزنا لهذا تي ان هي المده اكس سور 40 طبقنا هذيك لا ديستونس لو طون هو لا ديستونس سور لا فيتيس دونك سي لو طون كي لا فالو ا لا فواتور ا بور باركور لا ديستونس ا ان بالنسبه لتي 2 نفس الشيء ايغريك لا ديستونس ديالها هي ايغريك ايغريك قلنا هي بي ان على 60 دونك سي لو طون الوي ا لا فواتور بي بور باركور لا ديستونس بي ان Donc on a T1 est égal à T2 plus 1. علاش لان السياره الحمراء خرجت في 8 دونك خرجت في 8 والاخرى يعني ساعه قبل دونك لو طون غادي يكونوا مفترقين في ساعه يعني واحد السياره غادي تزيد عليها ساعه على الاخرى لو طون اللي كاين Donc T1 est égal à T2 plus 1. Alors, je l'ai dit, la car la voiture A a roulé une heure avant la voiture B. Donc, T1 égale T2 plus 1, équivalent, on va remplacer T1 par la valeur qui est là. Et on va remplacer T1 par T2 par Voilà, quand je l'ai dit, il y a T1, il y a T2, il y a T2, il y a T2, il y a T2. Et on va remplacer la valeur qui est là. دونك غيولي عندي جوج ديال المعادلات هذه وهذه اذا كما كتلاحظوا في الطريقه الاولى درنا استعملنا لي زانكوني هما لو طون يعني الوقت اللي غادي يوصلوا فيه لو طون فينال و المسافه واحد المسافه ومن بعد كنستنتجوا المسافات الاخرى دونك هنا حصلنا على واحد السيستيم ديال دو زيكواسيون ا دو زانكوني اللي هما المسافتين x و y donc on obtient de 1 et 2 on obtient le système x plus y égale 200 x sur 40 est égal à y sur 60 plus 1 donc x plus y égale 200 x sur 40 égale à y sur 60 plus 1 est équivalent à x plus y égale 200 et déjà y je vais faire déplacer le y sur 60 à gauche Et je obtiens x sur 40 moins y sur 60 égale 1. Je remarque que 120 est le plus petit multiple commun entre 40 et 60. Il est le dénominateur commun, le plus petit dénominateur commun. Donc je dois multiplier x sur 40, il y a les termes de là par 3. باش نلقى 120 والاخرى y غادي نضربها بجوج دونك غادي يبقى عندي 3x موان 2y سور 120 ايكال 1 و x بلس y ايكال 200 غادي تبقى هكذا غادي تولي عندي x بلس y ايكال 200 3x موان 2y ايكال 120 دونك هنا غادي نستعمل هنا غادي نستعمل واحد الطريقه اللي درنا دونك هنا من الاحسن ندير الطريقه ديال ديال كومبينيزيون لينيير غادي نضرب لا بروميير ايكواسيون مثلا في 2 باش نيليميني ايغريك غيتولي عندي 2x بلس 2y تيكال 400 2y ونأديسيوني موم را موم باش نيليميني ايغريك دونك تبقى لي 5 2x بلس 3 صافي 5x والاخرى 400 بلس 2 صافي 120 دونك اون ايليميني ايغريك اون ميتيبلي ليكواسيون 1 بار 2 اي اون اوبتيان هاد لو نوفو سيستيم On additionne les deux équations dans le nouveau système et on obtient 2x plus 3x est égal à 400 plus 120. Donc, soit 5x est égal à 520. Donc, x est égal à 520 sur 5 est égal à 104. Quand f, 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 x, 104, il y a la distance parcourue par la voiture rouge. On reporte la valeur de x dans l'équation 1 par exemple, x plus y, on obtient y égale 200 moins x, qui est 104, on obtient 96. On obtient la distance de la voiture. On va définir le temps. D'où an égale 104 et bn est égal 96. On va l'heure de rencontre de voiture au point n. On va définir la voiture. Donc, soit T1, x sur 40, c'est le temps qu'il a fallu à la voiture A pour parcourir la distance à N. Donc, je vais remplacer x par sa valeur liée à 104.
c'est-à-dire TN AN à la case 104 sur 4, ça fait 2,6 heures. 2,6 heures. Donc, il y a, comme je vous ai dit, il a besoin de savoir combien va être drop. هذه 0,2 heures plus 0,6. 0,6 نضربها في 60 غيتعطيني 36 دقيقة. دونك جوج دارت جوج سوايع و36، هذا هو لو طون اللي استغرقت السيارة الحمراء. يعني خصني نفرق بين الوقت ديال الوصول والوقت اللي استغرقت السيارة، يعني لورير فاش وصلت، والوقت اللي استغرقته السيارة في قطعها هذيك المسافة ان. D'accord, il va y dire 2 heures plus 2, ça va être 2 heures 36 minutes. Voilà, 2 heures plus 0,6, 2 heures plus 0,6, 60 minutes, 2 heures 36. D'où T1 est égal à 2 heures 36 minutes. Et comme le départ de la voiture A était à 8 heures, alors l'heure de rencontre de deux voitures au point S était... Et fâche 8 heures, on dit à 2h36, ça fait 10h36. Il y a l'heure de rencontre les deux voitures A et B. Voilà. Donc, c'est la deuxième manière. Nous avons compris et nous avons compris les problèmes que nous avons. Et nous avons compris et nous avons compris et nous avons compris et nous avons compris.